بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة منتشرة في كل البيوت، دايما كل الأسر والأمهات بيقولوا ابني ذكي ولا غبي، وأقل حاجة بيعملها الطفل غلط سواء في لعبه في مذاكرته في أي حاجة في الدنيا دايما بيقول عليه طفل غبي. عايزين نعرف دلوقتي وفي أصلا أطفال أغبياء ولا لأ؟ بالنسبة لنا لما نيجي نتكلم عن الذكاء والغباء احنا الأساس لازم نتكلم عن الذكاء بس في الأول، لأن احنا ربنا كلنا لما خلقنا وزع علينا قدرات ذكاء متساوية. ناس كتير ما تعرفش ان الحفظ ده قدرة واحدة من القدرات الخاصة من الذكاء، ومش بشرط كل الأطفال يكون عندهم نفس القدرة. بمعنى ايه؟ لأنه مثلا عندنا نوع من أنواع الذكاء اسمه الذكاء الاجتماعي. ساعات كده تلاقي طفل عندك ضبط جدا اجتماعيا غير اخواته، لو ضيف جديد يخش ويتعرف عليه ويسلم، مش بشرط يكون بقيه اخواته بنفس الموضوع. في اطفال تانيه عندهم قدرات تانيه من الذكاء زي مثلا الذكاء اللغوي، هتلاقيه ضبط جدا بقى في الكلام وممكن يحكي لك كلام تقول كمان بيتكلم اكبر من سنه. الطفل ده بيكون ضبط جدا وبيقدر ان هو يشد صداقات وبيكون قائد في المجموعه بتاعته. في انواع تانيه من الذكاءات زي الذكاء المكاني، معناه ان لو وديت ابني مكان معين لمره واحده بس ممكن يحفظه، وعنده ان هو يحفظ اي طريق يبقى بسهوله جدا. في انواع ذكاء تانيه، بس الفكره كلها ان احنا ازاي نصنف او نوظف كل ذكاء عند الطفل بالنسبه لقدراته. بلاش كلنا نمسك في موضوع الحفظ ونركز عليه. يعني مثلا هنفترض لو انا ابني بيحب الموسيقى، فاكيد الطفل مش بيحب الموسيقى كده وخلاص، اكيد هو عنده قدره ذكاء موسيقيه. تمام، من انواع الذكاء بيخلي الطفل بيحب الموسيقى ودايما بيحب اناشيد المدرسه والحاجات كلها ينغمها. المفروض ان انا استغل النقطه دي في مذاكرته، ما اقولش عليه غبي عشان خاطر مش قادر يحفظ، لا، بقول ان ابني عنده نوع من انواع الذكاء مش موجود عند حد، ربنا وهب موهبه مش موجوده عند اطفال تانيه. ان هو بيحب الموسيقى دايما بيكون عنده، بيبقى عنده حساسيه للاصوات الموسيقيه، بيكون حساس زي ما احنا بنقول كده احساس المرهف، بيكون مركز في كل حاجه وبيحب يحولها دايما للموسيقى. ممكن نستغل النقطه دي ان احنا نعلمه الدروس بتاعته كلها عن طريق ابيات شعر وموسيقى. في عندنا اطفال تانيه عندهم ذكاء بصري. يعني ايه ذكاء بصري؟ هتلاقيه لو انا اديت له قطع بازل او حاجات معينه يركبها مش محتاج ان هو يتدرب عليها، دايما يعرف يكمل الشكل ده على طول بشكل تلقائي. المقصود من كلامنا ان اطفالنا ما هماش اغبياء، وان وصف غبي على اي طفل في الدنيا احنا اللي بنقول عليه كده. مفيش اي طفل في الدنيا غبي، في طفل ربنا اداله قدرات معينه من قدرات الذكاء مهما كان نوعها. الفكره كلها دلوقتي موضوع بقى اعرف ابني ذكي ولا ذكاءه اقل ولا لا عن طريق ايه. في عندنا مقاييس كتيره جدا بتتعمل، المقاييس دي بتكون مقاييس مكمنه عشان نحدد بيها او نحدد بيها قدرات الذكاء الخاصه بالطفل. وده مش معناه برضو ان احنا نحدد بيها ان كان الطفل ذكي او غبي، لا، احنا بنحدد بيها الطفل قدرته الذكاء اللي عنده اني اقوى حاجه عنده كويسه، وكمان بنحدد قدرات الذكاء بتاعته دي طبيعيه ولا لا. من المعروف ان اختبارات الذكاء الطبيعيه كلها يكون احنا كلنا كبشر طبيعيين او اطفال او غيرنا يكون نسبه ذكائنا بتتراوح من 90 لحد 110 على اي اختبار ذكاء مقنن. اقل من 90 درجه بيبتدي الطفل اقل من درجات الذكاء، بنوصل نقول ان هو مثلا اقل من المتوسط او اقل من الطبيعي. كل طفل كل ما بتنزل درجه تحت طبعا كل ما بيتصنف تصنيف تاني، يكون مثلا لو اقل شويه عنده صعوبه، لا ده ممكن يكون عنده بطء، ممكن يكون عنده تاخر، وبعد كده بنوصل للفئه الاقل اللي هي الاطفال ذوي القدرات الخاصه اللي هي حالات الاعاقه العقليه وحالات الداون وغيرها. يبقى معنى كده مفيش حد في الدنيا غبي، بدليل ان في اطفال داون كتير جدا، اطفال معاقين عقليا وخدوا بطولات في الاولمبياد وخدوا بطولات كتيره جدا في السباحه والرمايه وركوب الخيل بشكل، وكمان وصلوا لاحسن بطولات. خلاصه الموضوع ان اطفالنا ما هماش اغبياء، اطفالنا اذكياء، بس اكيد ربنا وهبهم نوع ذكاء معين. مهمتنا بقى في البيت ان احنا ندور على الذكاء اللي عند الولد ونحاول ان احنا ننميه، لان من خلال الذكاء اللي عنده ده ممكن نطور بيه بقيه المهارات التانيه. عندنا بعض الالعاب اللي ممكن تنمي قدرات الطفل داخل البيت. ابسط حاجه المكعبات، لو احنا جبنا للطفل مكعبات خليناه يلعب بيها، عملنا له متاهات، بدانا ان احنا نديله عارفين لعب الالغاز اللي هي البسيطه، وان انا اساله باسئله غير مباشره عن بعض الحاجات، بيبتدي على طول الطفل يطلع المفهوم من دماغه. فالمفروض ان الام تنمي ذكاء ابنها خلال الفتره دي من خلال الالعاب وبعض التدريبات. اهم حاجه ما ينفعش نقول لاولادنا ان انت طفل غبي، عشان ما بجد ما يبقاش كده فعلا، يبقى طفل غبي حقيقي. وده كان نهاية موضوع النهاردة.
انتظرونا في مواضيع تانية جديدة في برنامج أنا وطفلي مع صباح رمضان.